بسم الله الرحمن الرحيم. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم أكلة بسيطة خفيفة إن شاء الله تعجبكم. هعمل لكم جلاش باللحمة المفرومة وهعمل كفتة بنية. أولا هبدأ إن أنا أجهز الكفتة. الكفتة دي عبارة عن بطاطس مهروسة وربع فرخة مضروبة مفرومة، وبضيف عليها بيض وبضيف عليها التوابل. دي عبارة عن كفتة بانيه بالسمسم. هنبدأ الأول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هحطها الأول، هقلي في الزيت وبعدين أقول لكم الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكفتة دي سهلة وبسيطة ومقاديرها متوفرة، وهي أساسا موفرة. زي ما قلت لكم إن الكفتة دي عبارة عن ربع صدر فرخة، بنضربه أو نطحنه في الخلاط أو نفرمه، وبعد كده بنضيف ليه البطاطس المهروسة وبنتبله بالتوابل الملح والفلفل، وبعد كده نضربه ونصبعه، وبعد كده نحطه في السمسم. بعد كده هعمل العصاج بتاع الجلاش، عبارة عن حمر بصلة. بعد ما احمر البصلة نضيفها بس هنا بهنا، هحمر البصلة اشوحها تشويح بسيط، وبعد كده اضيف لها اللحمه، وبعد اللحمه هنضيف الفلفل الالوان، وبعد الفلفل الالوان هنشوحها شويه، وبعد كده تبقى دي عباره عن العصاج. وعلى ما اعتقد ان العصاج سهل وبسيط وكلنا عارفينه وكلنا عملناه في بيوتنا، مش محتاج اي مجهود ولا اي تعب. بعد كده هجيب لفتين الجلاش، هعمل المقدار بلفتين جلاش. هجيب الصينيه وانا بشتغل بقلب الاثنين، يعني شغاله وبقلب. بجيب طريقه الجلاش، طبعا كلنا عارفينها ان سهله وبسيطه. هنضيف سمنه او زيت حسب الرغبه، وبعد كده عباره عن لفتين. انا هحط لفه فوق وبعد لفه تحت، وبعدين الحشو، وبعد الحشو احط اللفه الثانيه. طبعا انا عامله اكله بسيطه كلكم عارفينها، بس انا اكلاتي للانسات اللي لسه بيتعلموا الطبخ، اللي هم الستات اللي لسه زيرو في المطبخ يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلفها كده، وكل طبقه والتانيه هنحط لها سمنه وهنوزعها نفس الطريقه دي كده. وبعد كده هلف الصينية وهبدأ أحط الرق التاني، ورقتين ورقتين، يعني هبدأ أعمل اتنين ورقة واتنين ورقة، عشان الزيت هيخلي أو السمنة هيخلي الجلاش مورقة، يعني بتبقى ورقها حلو، يعني بيظبط بين الورقة والتانية الزيت ده بيخليها حلوة ومورقة. هبطل على نفس النظام، بس ثواني هقلب البصلة. بعد ما تشوحت البصلة هحط اللحمة، هبدأ احط اللحمة. هفضل اقلب في اللحمة كده لحد لما تتشوح. وانا عارفه ان اكله الجلاش اكله بسيطه وموفره وسهله، انا لسه ما دخلتش معاكم في الاكل الصعب، الاكل اللي هو المكلف. ان شاء الله كل انواع الاكلات باذن الله هنعملها مع بعض. هبدا بقى اكمل لفه الجلاش، هاخد رقين تاني كمان، كل ورقه هعكسها، هعكس على الورق اللي قبلها واضيفها كده. كده خلصنا الرصه دي، هنحط لها سمنه
او زيت حسب الرغبه. كل لما يكتر الزيت او السمنه تبقى الورقه حلوه ومورقه ما تبقاش معجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل هنا الرصه الثانيه كده نفس الطريقه، هفضل اعمل بنفس الطريقه دي لحد لما كل ورقات الجلاش اللفه الاولى تخلص. بعد ما تخلص الورقات الاولى هنحط اللحمه، وانا هوريكم هعملها ازاي. معلش انا عشان مش هنسى اللي على النار. اقلب اللحمه كده تتثبت، وهي تتثبت كده بحط لها التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرقة حسب الرغبة، والفلفل، الفلفل والمرقة والملح. لسه هنضيف الفلفل الألوان كده اهي. أنا مركزة مع اللحمة لأن أنا محتاجاها قبل اللفة التانية في الجلاش، فأنا محتاجة اللحمة دي عشان كده مركزة معاها. وبعدين أنا ببدأ بأكلات بسيطة للآنسات اللي لسه بتتعلم الطبخ. أكل التقيل جاي ورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقلب الكفتة كده، دي كفته بانيه بالسمسم زي ما قلت لكم. بنفرم اللحمه، صدر اللحمه بتاعت الفرخه، بنفرم الصدر، وبعد كده بنسلق البطاطس ونهرسها ونتبلها، نتبل اللحمه مع البطاطس. التوابل دي حسب الرغبه، حسب رغبه الشخص التوابل. بعد كده بنصبحها ونحطها في السمسم زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. مفيش حاجه صعبه، كله سهل، مفيش حاجه صعبه. خلاص التقل قربت تتثبت، هبدا انا اكمل لفه الجلاش. انا عملت كده، هبدا اظبطها كده على الصينيه، وبعد كده هنخلص اللفه دي، هنبدا في اللفه الثانيه ان شاء الله. وانا عموما عشان وقت الهوا قصير وعشان المدة قليلة، فأنا عاملة جلاش احتياطي قبل الهوا عشان وقت الهوا مش هيسعفني إن أنا أسوي. فأنا مسوية قبل الهوا صينية جلاش، فأنا عرضها حضراتكم هتشوفوها إن شاء الله. هبدأ أحط الرق ده، بعد كده هحط لفة الجلاش التانية دي. هنلف الصينية كده عشان تبقى كلها متساوية، متبقاش حتة عالية وحتة نازلة. كده وهقلب اللحمة خلاص اتثبتت. هنحط الفلفل الألوان. كده خلاص يعتبر استوت. هنحشي بيها الصينية في النص، وهبدأ اطلع الكفتة لانها بتاخدش سوا، تشويحة بسيطة وهتكون استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية واحدة، قاعدة لفة واحدة بس هلفها. هنحط سمنة أو زيت. خد الورقة بس هقسمها، هحط دي كده وهقسم الورقة دي كده تبقى مستوية كده بالظبط. نشيل هنا السمنة تاني،
ونشوف. طلع الكفته، ما تشويش اكتر من كده. طلع بسم الله ما شاء الله عليها، هتشوفوها ماسكه نفسها، مش دايبه في الزيت ولا مفروله ولا زي الفل. عموما مقدار اللحمه هيكون قد البطاطس او اكتر منه كمان، يعني يفضل يكون مقدار اللحمه اكتر من البطاطس عشان ما تفكش وتفرول، ما تبقاش مظبوطه. انا كده خلصت يعتبر الكفته وطريقتها زي ما قلت لكم سهله وبسيطه. معلش انا وقت الهوا ضيق، فعشان كده ما قدرتش اني انا اقولها لكم على الطبيعه يعني. بس كده محتاج شويه زيت، انا معلش هاخد من هنا معلش زيت سمنه، عشان محتاجه سمنه للفه التانيه. هاخد هنا من هنا اللحمه استوت برضه، خلاص ارفعها من على النار. زيت كده، وبعد كده ايه هنضيف اللحمه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنوزعها هنا على الجلاش كده. تبقى كده بالطريقه دي، ريحتها حلوه ومتسبكه حلو. وهبدا نفس الطريقه الاولى، ان انا هرص اللفه الثانيه نفس الطريقة، هي بالظبط، مش هنغير فيها حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، أكلة سهلة وبسيطة وموفرة مغذية للأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، الكبار بيحبوها، بيحبوا أكلها، فمش هيختلف عليها كتير يعني. أكيد كل الناس بتحب الجلاش وبتحب أكل الجلاش يعني. معلش أنا هاخد سمنة من هنا عشان السمنة. السمنة دي بتطعمة الكفتة طعمها أحلى من السمنة السادة اللي أنا حطيتها في الأول يعني. وبعدين إن شاء الله بإذن الله لينا أكلات تانية كتير، مكرونة بشاميل، وهنعمل عصاير، وهنعمل بيتفورات، وهنعمل حلويات كتير إن شاء الله بإذن الله. بس معلش أنا بضطر أجهز قبل الهوا عشان وقت الهوا. انا عامله مستوي وني كمان يعني. عشان النور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده هنحط الرق التاني كده. انعكست معلش. ان شاء الله باذن الله المطبخ بتاعنا كل حاجه فيه سهله وكل حاجه بسيطه، مفيش تعقيد، حاجات سهله متوفره، كل البيوت محتاجاها ما بنستغناش عنها. على قد الايد ان شاء الله باذن الله، كل اكلنا اكل بسيط على قد الايد، مفيش تعقيد ولا في حاجات مش موجوده. نقول مثلا المكونات دي مش موجوده في السوق، ما نقدرش نجيبها، كل المكونات موجوده في كل البيوت عندنا. بعد كده هنكمل لفة فاضل الرقين بس، رق ورق. وبعد كده هنقطعها بالسكين. بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعها كده علش انا بحب طبيعتي، بحب الجلاش يكون عالي، ما بحبش الجلاش يكون رهيف كده، علشان كده انا بحط لها يعني اثنين على نفس الصينية. ويا رب تكون الحاجة اللي بعملها لكم عجباكم ومبسوطين بيها، ما يكونش فيها أي حاجة غامضة أو أي حاجة مش مفهومة. بسم الله. بعد كده معلش هاخد برضو شوية سمنة
ما تستغربوش ان انا بحط من السمنه دي، بالعكس السمنه دي طعمها في الجلاش احلى من السمنه اللي انا حطيتها في الاول، لان السمنه دي شاربه من طعم الكفته، فبيبقى ليها طعم احلى كمان من السمنه الساده اللي انا جبتها في الاول. بس كده هنا كده اخر اهو، وبعد كده هنعمل، هنجيب السكين ونقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، كده ايد كده وايد كده هندوس، ولازم تكون السكين حادة عشان تسهل عليكي في التقطيع، لازم تكون السكين حادة. وبعد كده هنقطعها حسب الطلب، في ناس بتحبها مثلث وفي ناس بتحبها مربع، يعني انا الاولى عملتها مثلث، الثانيه هعملها مربع حسب ايه، حسب الصينيه يعني الموجوده معانا، عشان التقطيع ده لسبب ان كوبايه اللبن اللي احنا هنحطها تتغلغل جوه الجلاش ويشرب منه، فبالتالي يبقى طعمه حلو. لازم تتقطع قبل السوى وتتقطع بعد السوى. بعد كده معانا معلقه، دي عباره عن كوبايه لبن، بتضاف عليها بيض او بيضتين حسب الطلب، وتوابل ملح وفلفل وبهارات، انا ما حطيتش البهارات، هحط الملح والفلفل، الملح والفلفل والبهارات، وهنقلبها. انا هشرح لكم النيه، لان انا عشان وقت الهوا ضيق معايا، فانا عملت حاجه قبل الهوا مستويه وجاهزه، فمش محتاجه ان انا هستنى الفرن، مش هلحق ان انا استنى الفرن، فانا عملت لكم حاجه تكون مستويه وحاجه شرح على الهوا. بعد كده هنضيف اللبن والبيض والمرقه اللي يحب او مش ضروري، والملح والتوابل، وبعد كده هنصب النزق الشربات ده، النزق الخليط ده للجلاش، وبعد كده هنهزها كده بحيث ان اللبن والبيض يوصل لكل الجلاش، ميبقاش في حته ما وصلهاش لبن وبيض. نفس الطريقه دي، وهنفضل نحرك فيها كده علشان اللبن والبيض يوصل لكل قطع في الجلاش، وعاملها كده. دي لازم، الحركه دي لازم وضروري علشان خاطر يبقى اللبن والبيض واصل لكل حرف في ورقه في الجلاش، فلازم انك تعمليها كده. ويا ريت يا ريت لو في عندك وقت تسيبيها ساعه، تسيبيها ساعه بعد ما تشرب اللبن والبيض، تسيبيها نص ساعه بحيث اللبن والفطير الجلاش يشرب اللبن والبيض يبقى حلو، يديها طعم احلى. لو ما عندكش وقت عادي تتحط في الفرن مباشره، مفيش اي مشاكل. وبعد كده هنحطها في الفرن بالطريقه دي، دي الطريقه النيه ودي الطريقه المستويه، فكده يعتبر احنا ايه، انا شرحت لكم الطريقه النيه والطريقه اللي مسويها قبل الهوا. فبعد كده انا المطلوب مني ان انا بس هزوق الكفته، بس ما عملتها، هنزوقها بطرنشات الطماطم، طرنشات الطماطم كده والخيار. كده ويا رب تكون الاكله عجبتكم. بس كده كل الطبق، وده طريقه الجلاش، هشرحه تاني. الكفته البنيه عباره عن
المرة الأخيرة عبارة عن بطاطس مهروسة مع صدر فرخة، بيتفرموا في المفرمة مع بعض، وبعد كده بنضيف ليهم التوابل حسب الرغبة، ولازم نضيف بيضة أو اتنين حسب الرغبة، لأن البيض هي المادة الرابطة بين البطاطس والفراخ. والجلاش أنا لسه شرحها على الهوا، وده الني اللي لسه مستواشي. يا رب تكون الاكله بتاعتي عجبتكم، وبالهنا والشفا ليكم يا رب ان شاء الله. معلش اكله بسيطه على قد الايد وعلى قد الوقت، يا رب تكون عجبتكم يا رب ان شاء الله. ولو في اي استفسار على الصفحه بتاعتي، الرقم موجود على الشاشه وعلى الصفحه بتاعتي، اي استفسار عن نوع اكله، عن طريقه صنف معين في الاكل او الحلويات، انا تحت امركم، والرقم موجود على الشاشه تحت امر حضراتكم. وان شاء الله لينا حلقه تانية ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله، يوم الاربعاء الساعه 3 عصرا ان شاء الله باذن الله.